اللهم صل على سيدنا محمد، أصل الأصول، نور الجمال وسر القبول، أصل الكمال وباب الوصول، صلاة تدوم ولا تزول. يا أشرف الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، ليس نحن من نحيي ذكراك، بل ذكراك هي التي تحيينا وتفيض نفوسنا شوقا إليك ونهفو حنينا لرؤيتك. هتفت لك الأرواح من شدة اشتياقها، صلى عليك الله يا خير الورى. تعداد حبات الرمال وأكثر يا صفوة الأولياء، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. مشاهدين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في حلقة خاصة وحلقة جديدة من برنامج سمعنا صوتك. هذه الحلقة ستكون حلقة مميزة وخاصة عن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. النهاردة مشرفنا ومنورنا مجموعة متميزة من أهل القرآن، وزي ما حضراتكم عارفين طبيعة برنامجنا، بنقدم لكم المواهب المدفونة. احنا بنقدم لكم قطع الذهب المدفونة من قراء القرآن الكريم والمبتهلين والخطباء، هذه الفئات المهدور حقها، على الرغم من المفروض ان يعني تكون هذه الفئات هي التي تتصدر المشهد في كل شيء كي نرتقي ونتقدم. فاصبحنا اول برنامج تلفزيوني بفضل الله يهتم بفئة القراء والمبتهلين والخطباء. في البداية خلوني ارحب بضيوفي اللي نورونا النهاردة، ونستفتح اللقاء بآيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود. تفضل الشيخ محمود سمعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. كان معنا فضيلة الشيخ محمود الغيدي الفيدي من بني مزار المنيا. فضيلة الشيخ محمود بجد انت امتعتنا، اقسم بالله بجد امتعتنا حاجة كويسة جدا ما شاء الله. حضرتك انت حافظ القرآن كله وحضرتك من بني مزار المنيا. طب اتكلم في المايك بعد اذنك. طب الشيخ محمود حفظ القرآن على سن قد ايه؟ كم سنة؟ حفظت القرآن وانا في سن، ختمت القرآن وانا في سن التاسعة. تمام ما شاء الله. وايه كرامات القرآن الكريم في حياتك؟ وايه يعني، يعني وضح لنا كده عن الحاجات الجميلة اللي بيقدمها لك القرآن في حياتك. القرآن شرف ما بعده شرف. الله. يعني الحمد لله ان من الله علينا بحفظ كتابه الكريم، وهذا الكتاب الكريم جعلنا الله به من يعني الناس حينما يقابلونا في كل مكان يرحبون بنا ويقدمون لنا المساعدات، هذا بفضل القرآن. ولا نطرق بابا إلا فتحه الله أمامنا بفضل كتابه العزيز وبفضل هذا الكتاب المكرم عند الله سبحانه ما شاء الله. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الكريم ومن حفظة كتابه. بنشكرك فضيلة الشيخ محمود الفيدي، معلش بقى هنقعد نحفظها بقى. الفيدي. ونيجي بقى على فضيلة الشيخ عبد الله أشرف اللي معانا. يعني عبد الله يا جماعة، لا عبد الله أشرف معانا على فكرة يا جماعة ما شاء الله عليه كل حلقة واحنا مبسوطين بيه. احنا عاوزينك يا شيخ عبد الله تكلمنا عن المولد النبوي الشريف، يعني في يعني كده تكلمنا عن مولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبدايه انا عايز اعرف ما هي الطقوس التي يجب فعلها في شهر ربيع الاول؟ تفضل. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله لم يزل عليا ولم يزل فعلاه سميا، قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ونذرة من عين رضاه تجعل الكافر وليا، الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا، أنزل على حبيبه ومصطفاه قولا بهيا، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيب قلبي يا نور عيني وقلبي يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما تملأ بها خزائن الله نورا، وتكون لنا ولأحبابنا وأهلنا وأمتنا فتحا وفرجا قريبا. أما بعد، كل عام والأمة العربية والإسلامها كلها بألف خير، ونحن في شهر ربيع الأنور، هذا الشهر الذي من الله تبارك وتعالى فيه على الوجود كله بميلاد سيد الوجود، شهر ميلادي، شهر النور والطهر والخير والعفاف والبركة، شهر النور كما قال مولانا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نور على الحقيقة لا على المجاز، نور حسي ظاهر واضح ملموس. ونحن في هذا الشهر الطيب المبارك الذي أنعم الله تبارك وتعالى فيه علينا بميلاد سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا ومولانا محمد، الطقوس التي يجب علينا فعلها أو الطقوس التي يجب فعلها في هذا الشهر المبارك يعني طقوس كثيرة لا يتسع المقام لذكرها الآن، ولكن نأخذ منها بعض الثمرات وبعض الفوائد. يعني منها كثرة الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا الشهر هو شهر ميلاده، والصلاة والسلام على الحبيب لها فضائل متعددة. يكفي الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى فضلا وشرفا أن الحبيب المصطفى في حضرته
وفي روضته يرد السلام على كل من صلى وسلم وبارك عليه، لأن هناك ملك أعطاه الله عز وجل سمع العباد، فما إن يصلي أو يسلم أحد منا على الحبيب المصطفى في أي بلد على ظهر الأرض أو حتى لو في قاع البحار والمحيطات. نعم. وقال يا رسول الله، وقال اللهم صلي وسلم وبارك على عليك يا سيدي يا رسول الله، فإن الملك في التو واللحظة يقول يا رسول الله فلان ابن فلان يصلي ويسلم عليك، اللهم صل وسلم، فيرد المصطفى عليك السلام بنفسه. تأمل، المصطفى في روضته يرد السلام بنفسه وذاته على كل من صلى وسلم وبارك عليه، فلان ابن فلان يصلي ويسلم عليك. والله عز وجل يشاركك في تلك العبادة الطيبة. ألم يقل مولانا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عبادة وعمل الله عز وجل يشاركك فيه. فضيلة الشيخ عبد الله، طبعا كلام جميل جدا، بس أنا عايز أعرف منك ما اختص به سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام عن سائر الأنبياء. يعني اختص إيه به سيدنا محمد عن سائر الأنبياء؟ يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختص بأمور كثيرة، يعني اختص بالوسيلة، اختص بالوسيلة، وهو الذي قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعتم النداء أو إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك ونحن في ميلاد سيد الخلق، أقول لك يا سيدي يا رسول الله، اسمح لي يا سيدي يا رسول الله في الختام أن أقدم اعتذاري وتقصيري وعجزي عن الإتيان بكلام من عبارات أو إشارات تليق بمقامك العالي الرفيع. اسمح لي يا سيدي يا رسول الله أن أقدم اعتذاري، أقول لك يا سيدي يا رسول الله عذرا رسول الله إن قصرت في الحديث عن هذه الرحاب المحمدية، عذرا رسول الله إن قصرت في الحديث عن وصفكم، عذرا رسول الله إن قصرت في الحديث عنكم، فإن جمالكم لن يصفى، جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف، والله لو ماء البحار جميعه كان المداد لوصف أحمد ما كفى، والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى، يكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة الرب الكريم تشرفا، يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور الحبيب المصطفى أبدا لن يخسف. ما شاء الله عليك يا شيخ عبد الله، أمتعتنا بجد. شيخ عبد الله أشرف من المحلة العملية. خلينا بقى دلوقتي أعزائي المشاهدين، يعني بعد الخطابة كده ندخل بقى على فضيلة الشيخ، أو يعني الشيخ الصغير، الشيخ محمد هاني اللي جالنا من السجاعية من المحلة. الشيخ محمد ما شاء الله عليه مبتهل، وجي هنا علشان يحتفل معاكم بالمولد النبوي الشريف ويسمعنا من أجمل الابتهالات اللي هو اتعلمها. اتفضل يا شيخ محمد. يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا، يا أيها المختار، يا صلى على سيدنا النبي. يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا، خلقا وخلقا بالكمال توحدا، يا من خير الورى خلقا وخلقا، خلقا وخلقا بالكمال
هذا ذو رأفة ذو رأفة ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا نادت بك رسل الكرام نادت بك رسل الكرام نادت بك رسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بجد يعني محمد هاني محمد ما شاء الله انت عندك امكانيات في الصوت، وان كنت انت يعني كنت مركز على مقام البياتي، لكن بصراحة انت امتعتنا، عندك مساحات في الصوت جميلة جدا. يعني احنا عندنا بنسمي طبقة الصوت دي طبقة السوبرانو في الصوت، فالطبقة عندك رائعة ومساحات الصوت عندك جميلة جدا. يعني انت من الاخر يعني اشتغل على نفسك، يعني اشتغل على نفسك وانت ما شاء الله عليك ربنا يحميك. محمد هل انت حافظ لكتاب الله، حافظ القرآن الكريم ولا لسه بتحفظه؟ لسه بحفظ. لسه بتحفظ القرآن الكريم ما شاء الله؟ يعني كنت حافظ بس نسيت شوية، بس براجع عليه تاني. ما هو القرآن الكريم ممارسة، يعني القرآن لازم نمارس القرآن على طول عشان ما ننساهوش. طيب حافظ القرآن يعني انت حافظ قد ايه من القرآن الكريم؟ حافظ نص القرآن. ما شاء الله ربنا يوفقك يا حبيبي. محمد هاني بنشكرك جدا على الإطراء الجميل وعلى اللمسة اللطيفة اللي انت عملتها دي. ما زلنا في رحاب المولد النبوي الشريف، وطبعا احنا يعني النهاردة المنيا معانا ما شاء الله جايبة، بجد المنيا جايبة جواهر من المنيا. معانا فضيلة الشيخ طارق عبد المنعم سرور، طارق من مركز مغاغة المنيا. شيخ طارق ازاي حضرتك؟ الله يبارك في حضرتك. عامل ايه واخبارك ايه؟ تمام الله يبارك فيك. شيخ طارق عاوزين يعني بداية كده بس نعرف انت حافظ القرآن في قد ايه؟ ختمت القرآن وأنا في ثالثة إعدادي. الله أكبر عليك ما شاء الله. شيخ طارق أنت طبعا مقرئ حفلات و يعني ما شاء الله عليك متمكن يعني. الحمد لله تمام. طيب إحنا عايزين نسمع بقى كده منك حاجة ويبقى فيها كده يعني تنوع في ال ربنا يسهل. اطربنا. إن شاء الله حضرتك. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. اللهم صل على النبي. الله أكبر ما شاء الله. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الله عليك. اللهم صل على سيدنا النبي. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أرسلناك شاهدا ومبشرا
إلى الله. الله، اللهم صل على النبي، ربنا يحميك. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. شيخ طارق ما شاء الله عليك، طبعا بداية يعني انت قراءتك جميلة ما شاء الله، ركزت على مقام البياتي ومقام الرصد، مظبوط يعني انت كان تركيزك على البياتي وعلى الرصد، ودي حاجة جميلة جدا على فكرة، واحنا نشكرك جدا. ودخلت على الجواب على طول، يعني اديتني القرار ودخلت على الجواب. احنا برضو يعني احنا بنشكرك ليه قراءتك الجميلة، وعايزين نسمع الجواب منك يا شيخ محمود الفايدي، عايزين نسمع منك الجواب في يعني دقيقتين كده، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا شيخ محمود، انت امتعتنا النهاردة. ما زلنا في المنيا برضو، الشيخ طارق عايزين نسمع منك الجواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
صدق الله العظيم. فتح الله عليك يا شيخ طارق. أعزائي المشاهدين، احنا بنشكر فضيلة الشيخ محمود الفيدي، فضيلة الشيخ محمد هاني اللي بنتنبأ لك بمستقبل رائع ان شاء الله، بس تشتغل على نفسك. شيخ عبد الله انت نورتنا النهارده، وفي انتظارك كل حلقه ان شاء الله معانا. شيخ طارق ختامه مسك، احنا بجد بنشكرك جدا. واعزائي المشاهدين الكرام، بنشكر حسن استماعكم، وابقوا معنا. وعودة لكم من جديد أعزائي المشاهدين الكرام، وما زلنا في رحاب ذكرى المولد النبوي الشريف. هذه الذكرى العطرة والتي تمس قلوبنا حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحضر معنا اليوم فضيلة الشيخ أحمد السيد النجدي من فاقوس. يعني خلنا الفقرة دي بقى هنبدأها بالخطابة، وخلي ختامه مسك بالقرآن الكريم. معانا الشيخ أحمد السيد. شيخ أحمد ازيك، عامل ايه؟ ونورتنا النهاردة في البرنامج. شيخ أحمد، احنا عاوزين بعد إذن حضرتك نعرف متى كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه الوحي، ونتكلم بإيجاز عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي وقبل نزول الوحي. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأستاذنا ومعلمنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدي يا رسول الله، يا من إذا مشى يسبقه النور، وإذا تكلم أخجل البدور، وإذا ركع أو سجد يقول أمتي أمتي يا غفور. سيدي يا رسول الله، يا من إذا حياك المولى تبارك وتعالى، ويا من إذا وصفك المولى تبارك وتعالى بأعظم صفة من صفاته، ألا وهي صفة الأخلاق الكريمة. أما بعد، فأهنئ الأمة الإسلامية بحلول مولدي وميلادي سيد الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكن إذا أردنا أن نحتفل بميلاد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن نقتدي بما اقتدى به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه هو القدوة وهو الأسوة الحسنة، كما قال الحق جل وعلا في كتابه العزيز: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا أردنا يا أستاذ أحمد أن نحتفل بمولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نقتدي بما اقتدى به الحبيب المصطفى. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يحتفل بمولده فإنه صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بمولده بكثرة العبادة إلى الحق جل وعلا. فاسمع ماذا قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تنفطر قدماه، أي تتورم قدماه، فتقول له: يا رسول الله، تقوم الليل حتى تتورم قدماك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. فيقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا وقائلا على هذا: أفلا أكون عبدا شكورا؟ الله أكبر. يعني رغم ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من العبادة إلى الحق جل وعلا، ورغم ذلك كان يعلم أنه لا يؤدي إلى المولى تبارك وتعالى حق الشكر بالعبادة. نقتدي به صلى الله عليه وسلم على مداومته وعلى طاعة الله جل وعلا بكثرة الدعاء والتضرع له. فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء والتضرع للحق جل وعلا بكثرة الإذكار، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيء إلا وذكر الله جل وعلا. وصلى الله عليه وسلم أيضا كان
نقتدي به، لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه، نرضى ونغضب كما كان يرضى ويغضب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا رضينا وإذا أحببنا أن نصل إلى ما اقتدى به الحبيب المصطفى فعلينا أن نفعل كما كان يفعل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما كان يفعل الصحابة من بعده أيضا، وهو كحب الصحابة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أهذا هو الحبيب الذي رفع الله جل وعلا ذكره ورفع شأنه من بين الخلائق فكان أعظم مخلوق على وجه الأرض؟ أقول لكم أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان أعظم مخلوق على وجهه الأرض. شيخ أحمد، بنشكرك جدا على هذه الكلمات الجميلة في حب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومعانا برضو فضيلة الشيخ محمد محمود عباس من الأيوبية. الشيخ محمد، انت في الخطابة وعاوزين برضو نتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن الأسئلة أسئلة الاحتفال بمولد النبوي، بمناسبة ذكرى مولد النبوي النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي السنن النبوية التي يجب على المسلم الالتزام بها يوميا؟ هو احنا مرتبطين ان احنا لازم نكون يوم مولد المولد النبوي الشريف ان احنا نكون ملتزمين بعادات معينة، ام اننا نكون جميع ايام العام تكون بالنسبة لنا هي احتفال بذكرى المولد النبوي او الاحتفال بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ان كان عن طريق السنن النبوية الشريفة او عن طريق اتباع اوامر الله عز وجل؟ اتفضل واتكلم يعني عن الموضوع دوت بصورة مبسطة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي من على عباده أن جعلهم مؤمنين وأرسل إليهم أفضل رسله أجمعين وجعل الصلاة عليه في كل وقت وحين ووعد من يصلي عليه سيدخله جنة نعيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل. بس بعد إذنك خذ المايك التاني لو سمحت، المايك التاني. أيوة تفضل. فإن تولوا فكل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لابد علينا أن نحتفي ونحتفل بميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سألوه الصحابة ذات يوم: يا رسول الله حدثنا عن نفسك يا رسول الله، اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين وضعتني كأن نورا خرج منها أضاء لها قصور الشام. فاللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. في شهر ربيع الأول من كل عام تتجدد الأشواق استبشارا واسترشادا لصاحب الذكرى العطرة وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا مع ذكرى كلام، فذكرى تكون بعد غفلة أو تكون بعد جفوة، وما غفلنا عن رسول الله حتى نذكره، كما يقول المصلي في جميع صلاته: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فلا بد علينا أن نحتفل بميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم، نحتفل بميلاد أشرف الخلق وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قائل يتمدح حضرة النبي مخاطبا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم: يا آل بيت رسول الله لنا في حيكم قمر، له الحصى نادق والبدر منقسم، طه البشير وله أسماء أربعة، محمد أحمد هادي ومعتصم، وله على وجنتي خدي أربعة، الورد والياسمين ثم الآس والعلم، انتقت لرسول الله أربعة، الضب والظبي والثعبان والصنم، آمن برسول الله أربعة، الإنس والجن ثم العرب والعجم، لولاه ما كان في الإسلام أربعة، حج ومنى ثم بيت الله والحرم، صلى على خير خلق الله أربعة، العرش والكرسي ثم اللوح والقلم. شاكرا لكم على حسن استماعكم، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. شيخ محمد، أمتعتنا بجد وأبهرتني بهذه القصيدة اللي قلتها، الأبيات الشعرية الرائعة، بنشكرك جدا. معانا يا جماعة دلوقتي فضيلة الشيخ يوسف رفعت مسلم من بني سويف الفاشن. تشرفنا بيك شيخ يوسف.
عاوزين كده يعني نسمع القرار والجواب، وعاوزينك تبدع وختامه مسك، يعني عاوزين نسمع كده حاجة جميلة منك، اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ما شاء الله ما شاء الله عليك ما شاء الله. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنت نبغي فارتدى على آثارهما قصصا. فارتدى على آثارهما قصصا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شيخ يوسف رفعت مسلم من بني سويف الفاشن، بنشكرك جدا، امتعتنا النهارده شيخ محمد محمود عباس وشيخ احمد السيد النجدي، نورتونا النهارده، وما زلنا اعزائي المشاهدين الكرام في رحاب المولد النبوي الشريف. نلتقي بعد الفاصل، ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جديد أعزائي المشاهدين، ما زلنا معكم في رحاب المولد النبوي الشريف، وحضر أيضا معنا في الفقرة الثالثة ونحن سعداء بصحبتكم اليوم وهذا اليوم، وهو ليلة ذكرى المولد النبوي الشريف العطرة صلى الله عليه وسلم. معنا فضيلة الشيخ رضا محمد خضير من الحامول كفر الشيخ. ازيك يا شيخ رضا؟ شيخ رضا في عجالة كده، هو طبعا احنا يعني السيدة المشاهدين عارفينك قبل كده، انت كنت معنا في الحلقة اللي قبل اللي فاتت. شيخ رضا احنا عايزين بس نسألك سؤال عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، متى ولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يد من ولد وما هي معجزات الولادة؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والأتمان الأكملان على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه وبعد. أرى كل مدح في النبي مقصرا وإن بالغ المثني عليه وأكثرا، إذ الله أثنى بما هو أهله فما مقدار ما يمدح الورى. إن قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه العظيم، ولم لا، وقد أضاءت الدنيا يوم مولده صلى الله عليه وسلم. هذا ابن عباس رضي الله عنه يقول:
ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد. وما سمعت الله أقسى بحياة أحد غير محمد. قال الله لا عمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ونحن في هذه الأيام المباركة إذ نفرح بذكرى ميلاد رسول الله ونتذكر ونذكر الله جل وعلا ونذكر فضله ونعمته علينا أن أكرمنا برسول الله، فإن الفرح الحقيقي بميلاد النبي يكون بمحبته، ومحبة النبي تكون باتباع أمره صلى الله عليه وسلم، تكون باتباع أوامره واجتناب نواهيه. قال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لذا أحسن القائل حين قال من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. فإذا كنت تدعي محبة رسول الله فعليك أن تطبق سنته وتنشر دعوته، فبذلك يفرح بك رسول الله. محبة النبي كذلك تكون بكثرة الصلاة والسلام عليه. في مسند الإمام أحمد من حديث أوس بن أوس قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة فأكثروا عليه من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليه فيه. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاة عليك وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل جساد الأنبياء، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا خير خلق الله. شيخ رضا احنا بنشكرك جدا وانت منورنا في كل حلقة. تسلم أستاذ الكريم. معنا شيخ محمد رضا الشرقاوي من البحيرة من دمنهور. نورتنا يا شيخ محمد وأقول يا أستاذ محمد ما شاء الله عليك. شيخ محمد انت عاوزين نسمع منك الدعية في حب الرسول صلى الله عليه وسلم، اتفضل. إن شاء الله نقول كلمة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهله وصحبه ومن والاه. في زمان كثر فيه الحديث عن الماديات وكثرت فيه النوازل والقربات، تعالوا بنا بإذن رب البريات نتحدث عن عبادة من أفضل العبادات ألا وهي عبادة الدعاء. لقد صرح القرآن الكريم بأن الدعاء عبادة، من تركها كان آثما. يقول سيدنا النعمان بن بشير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، ثم تلا قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي فسيدخلون جهنم داخلين. الله جل وعلا يحب من عبده أن يسأله وأن يتضرع إليه، ومن لم يسأل الله يغضب عليه بخلاف ابن آدم يغضب حين يسأل. لله دار القائل لا تسألن بني آدم حاجة وثل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. الله جل وعلا يأمرنا بالدعاء ويعدنا عليه الإجابة والقبول. جاء أعرابي إلى سيدنا الرسول فقال يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فإذ بأمين الوحي جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بنشكرك فضيلة الشيخ محمد رضا الشرقاوي على هذا الكلام الجميل. ومعنا الشيخ محمد سمير جمعة من شبين الكوم المنوفية. عاوزين نسمع منك كده قراءة آيات كده في عجالة عشان وقت البرنامج، معلش النهاردة كان الناس كتير يعني معنا ما شاء الله، فوقت البرنامج اتفضل يا شيخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن ما شاء الله وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شيخ محمد سمير جمعة من شبين كوم منوفية، بنشكرك جدا على هذه القراءة الرائعة، وان تجاولت في يعني في اقل وقت في كذا مقام ما شاء الله عليك. شيخ محمد رضا الشرقاوي بنشكرك لحضورك النهاردة. فضيلة الشيخ رضا محمد خضير من الحمول كفر الشيخ، بنشكرك جدا على حضورك النهاردة. أعزائي المشاهدين الكرام، استمتعنا معكم وبصحبتكم اليوم في ذكرى المولد النبوي الشريف. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فله أجر 70 شهيدا. الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم هي من كنوز ومفاتيح الحياة. دمتم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أحمد عمر.